يوم بعد يوم بتكمل وزارة المال إدارة الجمارك مشوارها نحو المكننة وتسهيل حياة المواطن بهدف نشر الشفافية وتقريب الدولة له. فمنذ الجزء الثاني من العام 2017 عدة تغييرات حصلت بإدارة الجمارك، أبرزها تبسيط الإجراءات الجمركية. هناك مئات الأمثلة ورح نستعرض البعض منها بالتقارير المقبلة، وهي تبسيط مراحل تسديد مستودع صناعي، تبسيط مراحل فحص البضاعة قبل التصريح، وتبسيط مراحل إصدار الشهادات الجمركية. رح نبدأ بمراحل إصدار الشهادات الجمركية يلي كانت بحاجة إلى 40 مرحلة لإصدارها، ويلي بدورها بتمكن المواطن أنه يسجل سيارته. بعض المراحل هي تقديم البيان الجمركي عند انتهاء الكشف، جدولة البيانات، إدخال الجدول على الكمبيوتر ومن بعدها طبع الجدول، تسجيل استلام وتسليم ونقل البريد ومن ثم التوقيع على الاستلام، سحب مسودة الشهادة الجمركية، جدولة البيانات المدفوعة، التوجه إلى مواقع بصم السيارة داخل المرفأ، تسليم المسودة وبصم السيارة. هيدي كانت فقط من مراحل من أصل 40 مرحلة لإصدار الشهادة. اليوم أصبحت العملية سهلة جداً، حيث بيكفي أنه تبرزوا صورة عن إذن الإخراج لموظف دائرة المحاسبة واستلام الشهادة الجمركية فوراً. وهيك أصبحت المعاملة بدها ساعة تقريباً حتى تخلص، بينما كانت تاخد 3 أيام. وهيك أيضاً خفض عدد الموظفين المعنيين بالمراحل من 13 إلى 2، بالإضافة إلى تخفيف عبء على الدولة يقدر ب 320 مليون ليرة سنوياً. والأهم من كل هيدا هو أنه قريباً رح يتم إلغاء الشهادة الجمركية. من زمان كان يقال الحكي ما عليه جمرك، اليوم الجمارك عم تحكي وعم بتنفذ. وزارة المال إدارة الجمارك، جباية، حماية، شفافية.